الو، يا جميل، عاملة ايه؟ انا الحمد لله بخير يعني دايما منورانا كده على الشاشة ونفرح والله. بيكي هو كده. التوفيق من عند ربنا والله، الحمد لله يا رب، انتي جميلة الحمد وتفتح لله لي كل خير والله. يا رب العالمين. ايه قوليلي بقى، ايه احساسك النهاردة؟ طيب بصي انا واحدة من الناس، يعني انا عايز اقول لك انا واحدة من قدرات باختلاف، يعني مش هقول لك واحدة من الناس، انا واحدة من قدرات باختلاف. بحس بفخر وسعادة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا حاسس بينا، وحاسس ان احنا قادرين نشتغل على نفسنا ونثبت نفسنا في البلد. لولا هو الرئيس وخصص لنا عام ووقف جنبنا، واللي هو السند والظهر لينا، مكناش هنبقى موجودين على الارض الواقع. يعني ده حقيقي، ده فعلا، يعني كان زماننا دلوقتي فاضلين مهمشين مش لاقيين مكان. دلوقتي كل حاجه اتفتحت لينا، بقى في فرص لينا، بقى في فرص بزياده، يعني الشغل والتعليم وكل حاجه، كل حاجه. طب رسالة توجهها للرئيس السيسي. الرساله وجهها للرئيس السيسي، انا عايز اقول له الصراحه انت فعلا تستحق اللقب، يعني رئيس انسان، اب بالنسبه لنا. انا بنحبك يا ريس وهنفضل نحبك، وانت فعلا يا ريس انت السند والظهر لينا، وهتفضل السند والظهر، ودايما بيشرفنا في حفلتنا قادرون باختلاف، وده عندنا كلنا، عشان احنا دايما بنستنى حضرتك من السنه للسنه. انا متشكره جدا جدا ليكي، وانتي نورتيني في الدستور وشكرا ليكي بجد. شكرا ليكي جدا، وان شاء الله يعني هتبقى حاجه جميله باذن الله ان شاء الله بيكي يا رحمه باذن الله. يا رب العالمين. مع السلامه، باي مع باي. السلامه.